في المشهدية. في المشهد الساخن مع مصرع الآلاف في فيضانات ليبيا، أزمة مياه وأمراض تطارد السكان، كيف يبدو المشهد بعد نحو أسبوع على الكارثة؟ في المشهد السياسي، العراق يعلن تفكيك شبكة أعدت لتفجيرات واسعة في بغداد، هل تنجح العمليات الاستباقية في درء خطر الإرهاب؟ في المشهد التكنولوجي، فواتير أعلى وجودة أقل، ما أسباب تراجع واقع شبكة الإنترنت في لبنان؟ وفي المشهد الثقافي، مباني تلامس الغيم وبيوت تشبه الحصون، كيف نجحت العمارة اليمنية في التكيف مع الظواهر المناخية؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.